زلمه يجي على الساحه. ايه نزل ايه نزل هجمه ولا سجل. مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، احبكم ربي يسعدكم يا جماعه. اول شيء سمعونا الصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا جماعه اليوم الفيديو وصلنا من حسام من سوريا، بيقول فيه رامي شوف هدول الهبلان نزلوا بيعز دين البرد والدنيا كلها تلج وصاروا يلعبوا بالتلج وهن شايحين على طاق الشرط، عن جد اجدب من هيك ما شفت. يا سيدي فعلا 100% اجدب من هيك انا كمان ما راح اشوف، لان اليوم البرد يا جماعه هون بتركيا اليوم البرد ناقص 2 عندنا هون باسطنبول بوز بشكل يعني ما بنوصف، يعني اقسم بالله لبين ما طلعت من تختي ما ضل حدا لحدا من كتر البرد، يعني برد بشكل مو معقول، مشان هيك لابس جيليتي الدنيا برد بشكل مو معقول. المهم خلينا نجيب الفيديو ونبلش. هذا كان يصدنا نحن بالجدبان بالهبلان، هدول مو نحن، نحن الهبلان والجدبان. اوكي يا جماعه خلينا نبلش بسم الله ونشوف هالجدبان. بسم الله الرحمن الرحيم، هالهبلان يعني هدول الشباب. اوكي يا جماعه صار في تحدي بيننا، صلوا 10 شهور او 11 مين هشطح الشرط؟ مين هالعالم؟ مين هالعالم؟ العالم اللي ورا الكاميرا كلياتنا، واحد اول واحد شلع بالشرط، ثاني واحد شلع بالشرط، ثالث واحد شلع بالشرط. اقسم بالله ما بعرف شو نسوي لها، طلعوا اخوي محمد شو عم بتشوف؟ صرنا هلا بهالحاله. هذا ناصر والله جد الشباب كفو اقسم بالله. اللي يجي عندهم كاميرا شلحنا لكلياتنا بالشرط. المهم الجو اقسم بالله بوز بوز بوز. التحدي بيناتنا فريق مين مع مين؟ مين مع مين؟ طب شي طبيعي نلعب بالدلج. انا انا وبختي يعني طبعا انا وانت انا وانت مع بعض مع بعض شغال. تحية للشباب اللي قاعد معنا بالفيديو. اثنين ضد اثنين. اوكي ايش في؟ بلش لك عم بضربه معي مين ضد مين؟ مين معي؟ والله انه جدبان. انت معي مين معي مين ضدي؟ يا جماعة ثانية واحدة اقسم بالله بهذا النهار يعني البرد اللي اكلناه على فكرة ما مرضنا والله العظيم، يعني كلنا استغربنا انه ما مرضنا، بس البرد اللي اكلناه كان مو طبيعي. كل ما يعني مثلا تمنا دقيقة او دقيقتين وبعدها راسا نجي مشغلين نار ورا الكاميرا، ما بعرف اذا عرضناها بالفيديو ما بتذكر. المهم فمشغلين نار ورا الكاميرا مباشرة نخلص راسا نجي وندفي ايدينا، ايدينا نحسه رايحين ينقصوا من كتر البرد، يعني نهار كان فيه اتراك كمان نسبة كبيرة كمان واقفة عم تتفرج علينا، كنا مشغلين نار كبيرة الاتراك واقفين عم تدفوا وعم تتفرجوا علينا، يعني كان يوم ما بشتهي لعدوي. المهم يا جماعة خلينا نكمل. وين يلا اوكي كنا انا وصافي ضد اخوي محمد ومحمد ابنك كمان. زلمه يجي على الساحه. ايه نزل ايه نزل طيب وين راح محمد؟ محمد صار جوا بايدرز يعني استراحة لأني بوصنا يا جماعة اقسم بالله.
ما بعرف شلون بيشيل هيك يا عاد والله العظيم. برد رامي برد؟ امي رامي دفي جيك تدفى كلك. رامي برد؟ لا عم مفكر زينا هون هيك بركي قدام هالزريعة هالشماسة. يا جماعة لما شلحنا على الشرط ما حبينا نضل شيء احنا على الشرط من دون ما نصور لاني فعلا هذا الشيء سويناه اجرام. انا عم بشوف قربة يا وزع العلم في نار جنبنا نسيتوني كنت عم بتدفى. المهم طبعا اصاباتنا كانت اكثر من اصاباته. ما راح نستحمل انت معي شدوي بالتالي جرى موزر. انا بستحمل للمساء. انت كفو انت كفو تشطح الله التلج. تشطح جاع تشطح لمدة دقيقة. ايش هو العقاب؟ تشطح لمدة دقيقة وتعاقبوني اللي بدكم اياه. اتشطح الدبل ولا بس تشطح؟ تشطح بس اشطيح. طلعوا اخوي محمد يا جماعه تشطح لمده دقيقه. تشطيح بس ولا الدبل؟ بس تشطح. اوكي بس على منطقه تكون ثلج جديد. ليش يعني ثلج جديد ولا ثلج جديد؟ لا لا هون هون حصرا هون. لا هون لا هون هون لا لا هون هون. دير الكاميرا بسيط. الكاميرا لعنا بس بدي اتحرك ما بحسن بضل متشطح. لا ثابت عير له دايما ناصر. الله اكبر على عدد مش والله اغبياء. نحن كنا والله كنا اغبياء. اخوي ما خرجي. لا انجلعوا كلهم زينوا زي كمان. عيال عبير ايه عيال. انا ما احسن تنزل ما بقى نزل. تا 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 عمودي بصني ايدي لسه ما خلصه لسه ما لسه قاعد عم لف بالحيط والله بوظنا خلصه لسه لسه لك والله ما خلصت لسه اه ما بابل ما بابل لسه في شيء ثاني شطح هالدقيقه هذا ما بابل حمودي خالصة وام انا طول خالصة انا لسه في 3 ثواني انا طول في 20 ثانية لسه في 20 ثانية. المهم صرت طحت وكسرت عيون. ايدي مروا شوي بس ادفي ايدي وبعدين نجي من الفيديو دايتين وجايين. محمد ايش قلت امه؟ قالت لي دفي اجريك يا ابني تدفى كلك. والله بيسعدكم. هي لما كنا صغار يقولوا لنا دفوا اجريك تدفوا كلكم، اهم شيء يدفوا الاجرين، بس دفوا الاجرين بدفى الجسم كله. اخوي محمد عبرو بيجي على الكاميرا وبقول قالت لي امي دفي اجريك تدفى كلها. اوكي خلينا نكمل. يا جماعة اخوي محمد اكثر واحد بردان بيناتنا اخوي محمد انطلق لحاله. بس يا جماعة ابطال لما انا ابطال وقفنا على التلج. والله العظيم نحن كثير ابطال. هون كان جسمنا كثير متراجع يعني بالحديد كان جسمنا كثير. ربي يسعدكم اذا عجبكم الفيديو طبعا نحن اسفين طلعنا قدامكم هيك يعني انما المؤمنين انما المؤمنين اخوة. امك ايش قالت لك؟ قال لا شلون؟ امك ايش قالت لك؟ قال بس دفيت جريك بدفع كل جسمك. ام محمد لبس باط عيني اخوي محمد مشي على نصيحة امي الله يخلينا اياها. المهم ربي يسعدكم وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد. اذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك. لا تمزح مع اخوي طاول. ها اختي وراك خلص الزعل الزعل. لا 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 اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك ونشروا القناة واشتركوا على جرس تنزل التنبيهات. تحياتي لكم احبكم كرال بي و السلام عليكم. ثاني ارجعوا كلياتكم نطوا السلام عليكم عشان ندفع ربنا نبدا النار. واحد اثنين ثلاثة السلام عليكم. دروب دروب ايوه كنا لابسين دروب. نعم يا شغبية والله نعم يا شغبية. لا 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 ل
كنستي كانت سوف عم بسبت فيا الثلج بسبت نظامي. هذا عم جمع ثلج من برا. رامي طلق فيني. رامي طلق فيني. طلق فيني. ما جيت عليك يا مان. غشوا عم تسلح. محمد رامي سمحوا على محمد. غشوا عليه شيلوا من الارض. لا غشوا عليه شيلوا من الارض. والله النهاردة كان عقد ما رحنا بس عقد ما أكلنا برد حياتنا من نايفين. طيب يا جماعة شو صار منظري بالثلج؟ هتقدر؟ حمودة أنت أخوي. أخوي ما عم يحصل معي. لك صدق عليك هلا كنت عم تضربه واحنا كنت هلا كنت عم تضربه. لا جدي انا طاير يا جماعه. حاج وربي حاج ايدي بردت. لا لا وربي حاج طلع ايدي بوظنا اقسم بالله. كان انتهى الفيديو. نعم على هذا اليوم بطلع هلا انا هيك على هالبرد اللي بردان وقصة انزل واروح ارجع عيد اعيش القصة. لا من سبع المستحيلات من سبع المستحيلات يعني ما بعرف ما خرجي. بس اذا نزل ثلج رح ساوي شيء بس مو هيك رح ساوي الاصعب باذن الله. في فكرة في بالي ان شاء الله هيك رح ساويها يعني اطلع منها على الجبانة مباشرة على القبر. فاوكي يا جماعة والله العظيم لما واحد طلع هيك في كتير فيديوهات عندي بالقناة اقسم بالله اني نسيانة. هذا الفيديو اول ما دخلت عليه شفته طلعت نسيت هاي القصة كلها نسيت انه نحن رحنا على التلج ونسيت كل هالقصص. اوكي ف شيء حلو انه يكون واحد عنده ذكريات يعني باليوتيوب يعني غير انه مثلا عم ننزل فيديوهات ضلوا مثل لانها ذكرى يعني بكرة اذا تجوزت وجاني ولادي طلع هيك نعم هذا بابا هاد جدبي بابا هذا جدبي بابا وهذا جدبي عمو هدول رفقات بابا الجدبي. فاوكي يا جماعة ربي يسعدكم. ما بعرف اذا عجبكم الفيديو بس بصراحة انا رجعت ذكرياتي يعني كان يوم مثل ما قلت لكم على قد ما اكلنا فيه برد تعذبنا فيه بس على قد ما ضحكنا فيه عن جد من الايام اللي بتضل الفراس يعني. المهم يا جماعة احبكم كتير بشوفكم فيديو جديد. لا تنسوا تحطوا لايك اشتركوا بالقناة احبكم كتير استنونا فيديو بكرة و السلام عليكم. عم شوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة.